السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومكم سعيد اعزائي الطلبه حان موعد درس الكيمياء لهذا اليوم ندعوكم من مدرسه اورينت الافتراضيه لمتابعتنا وارجو من الله تعالى بان يوفقني لاطرح الافكار باسلوب ممتع لتصلوا الى الفائده المرجوه من هذا الدرس اعزائي الطلبه توصلنا في درسنا السابق للحديث عن بوليمرات التكاسف تحدثنا عن بوليمرات التكاسف ووصفناها ووصلنا الى جدول لبعض بوليمرات الاضافه سنتكلم عنه الان في التفصيل بالنسبه لبوليمرات التكاسف هي ترابط المونيمرات معا مع نزع جزيء بسيط كالماء قد يحتوي البولمير على نوعين من جزيئات المونومير أخذنا مثال عليها هو النايلون أو البولي أميد الذي يتكون من نوعين من المونوميرات هو حمض ثنائي الكربوكسيليك وحمض ثنائي الأمين إن جزيئة من حمض يحتوي على زمرتين كربوكسيليتين وإن جزيئة من تحتوي على زمرتين أمينيتين يتم نزع جزيئات ما من H و OH ثم يتم ارتباط ذرة الكربون مباشرة ب كما نجد هنا وتتشكل سلسلة من البولي أميد لدينا هنا جدول لبعض بوليمرات الإضافة حيث الجدول يحتوي على اسم المونومير الأساسي في كل بوليمير واسم البوليمير واستخداماته أولا سوف نبدأ في البولي التين المونمير الأساسي فيه هو الإتين إذا ثم يسمى بولي أتين من بوليمير بولي أتين الصيغة العامة له هي كالتالي يحتوي على زمرة على رابطة مضاعفة بين ذرتي كربون إستخدامته الأكياس الدائنية والشرائح والشرائط إلى آخره النوع الثاني هو البولي بروبين إذا فالمونيمير الأساسي فيه هو البروبين. البروبين أي أنه يحتوي على ثلاث ذرات كربون وهناك رابطة ثنائية بين ذرتي الكربون يستخدم في صناعة زجاجات لدائمية والعبوات إلى آخره أيضا هناك البوليمير الآخر بولي كلورو إتين ويرمز له بي في سي أو بولي كلوريد الفينيل والمونيمير الأساسي فيه هو كلورو التين أو كلوريد الفينيل كلورو التين أي يكون لدي الإتين وهو عبارة عن ذرتي كربون بينهما رابطة مضاعفة وكلوريد الاتين ترتبط إحدى ذرتي كربون بذرة كلور يستخدم البولي كلورو اتين في مواد مقاومة للماء وعازلة وأسطوانات في صناعة المواد المقاومة للماء والعازلة والأسطوانات ثم البولي اتين الفينيل أو البوليسترين البولي سترين أو البولي إتين الفينيل إنه يحتوي على ذرتي كربون أو الإتين نفسه الذي يحتوي على ذرتي كربون ورابطة مضاعفة ويرتبط ب سي ستة إتش خمسة جزيء سي ستة إتش خمسة الفينيل يستخدم في التعليب والتسقيف رباعي فلورو الإتين وهو مونومير يستخدم في صناعة بولي رباعي فلورو الايثين ويرمز له بي تي اف اي او التفلون اما التفلون فانه كما نعلم يستخدم في صناعه الاواني غير اللاصقه التي تسمى بالتيفال ودعامات الكباري الاكريلونيتريل اكريلونيتريل وهو عباره عن مونيمير الايثيلين او الايثين الذي يحتوي على سي ان زمرة النتريل مرتبطة بأحدى ذرتي الكربون ويشكل بولي الأكريلو يستخدم بولي أكريلونتريل في صناعة الأنسجة الاصطناعية للسجاد والملابس أما أكريلات المتيل فهو منمير عبارة عن الاتين الذي يرتبط فيه احدى ذرات الكربون بزمرة سي او او ثلاثة يستخدم بولي ميتا الاكريلات المتيل في كبديل للزجاج، ان هذا الجدول يوضح لي اهم بوليمرات الاضافة وما هو نوع المنومير في كل بوليمير وما هي استخداماته، كما نعلم بان بوليمرات الاضافة يكون هناك نوع واحد من المنومير في كل بوليمير إذن النيلون هو بوليمير تكاثف شائع وأول بوليمير تكاسف صناعي وقد اشتق اسمه من نيويورك ولندن اشتق اسمه من نيويورك ولندن لأنه كان ينتج فيهما أو بينهما وقد صنع من منمرين أحدهما مجموعة أمينو إن إتش والآخر يحتوي على مجموعتين من الحمض الكربوكسيلي عند طرفيه حيث يرتبط المونوميرات مع بعضهما بسهولة مع نزع جزيئة ماء ويكونا بولي أميد يسمى النايلون كما وجدنا سابقا تكون الرابطة بين المونوميرين هي CONH تكون الرابطة بين المونوميرين هي وتسمى برابطة الأميد سنأخذ مثال من الوسط العام عن بوليمرات التكاسف تعطى جميع لدائن حرارة كبيرة عند احتراقها لذلك تعتبر نظرياً فضلات اللدائن وقوداً جيداً ولكن تنتج اللدائن نواتج سامة عند الاحتراق أحد الحلول لهذه المشكلة تكون بخلط فضلات اللدائن بالورق وسحق المخلوط خلال مطحنة وتعرف الحبيبات الناتجة بـ RDF وهو وقود مشتق من النفايات ويكون ذلك الوقود أقل سمية ويمكن استخدامه كبديل للفحم أعزائي سنكمل ما بدأناه إن شاء الله في درس قادم أعزائي لقد أنهينا درسنا لهذا اليوم وأتمنى من كل منكم أن يحاول أن يضع النقاط المهمة الموجودة في الدرس ويراجعها بمفرده حتى يحصل على الفائدة المرجوة من درسنا اشكركم والى اللقاء في درس قادم باذن الله